إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي أينما كنتم. نرحب بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر بالعاصمة العلمية للمملكة، وحنا تحت يعني تساقطات الخير والبركة اللي كتعرفها المدينة متابعينا الأوفياء. دموع أم مكلومة على البنيته ديالها اللي في عمرها 15 سنة واختفت في ظروف غامضة للأسف الشديد. القضية ديال الاختفاء ديال خمسة ديال القاصرين هنا في مدينة فاس، منهم أربعة ديال البنيتات وجوج أولاد، ثلاثة البنات وجوج أولاد اللي اختفوا متابعينا الأوفياء في ظروف غامضة في مدينة فاس. والمعلومات الآن اللي جات للأم هي أن يعني البنيتة ديالها حرقات للأسف الشديد. الأب ديالها مشى لطنجة كيقلب عليها والأم ديالها غادي تحمق. متابعينا الأوفياء الله يجازيكم بخير اللي شاف هذا البث المباشر، بارطاجي على أوسع نطاق. هذه هي البنيتة، اسم ديالها لالا؟ إيمان مبخوت. إيمان مبخوت هي من مدينة فاس، الأم ديالها ما غاتبينش الوجه ديالها، غاتحكي على تفاصيل هذه القضية الأليمة. تفضلي لالا. السلام عليكم اخوتي. هاد البنيته سيدي مشات للمدرسه هي صاحبتها وداك الشيء. نعم. منين هذا اكتشفت بلي راها اختفات، اخو عيط لي من الخدمه وخرج، بقينا كنقلبوا عليها لقيناها اختفات. لا قلت ليه في الصباح كيقولنا الدري اللي رجع اللي مشى معاهم رجع صغير عنده 14 عام، قالنا راها بنتكم خليتها في الكرنيش هذه تحرق. انا راني رجعوني البوليس حيت حبابي لاحوني في الفيسبوك، هذا الشيء اللي كاين اسيدي. داك الساعة خمسة بيو منين مشينا لنديكلاري، منين مشينا لنديكلاري وقالوا لنا ماشي غير بنتكم، راه حتى ديك الصاحبة ديال بنتكم وهاشنو هاشنو، راه كلشي بزاف، راه وليدي كيقلبوا عليه. نعم. إيوا هادشي اللي كاين أسيدي، راني تكويت أسيدي في كبدتي، أنا ثلاث أيام وأنا في طنجة كنقلب في الحجر، كنقلب في الرملة، كنقلب في الظلام في الظلام في الحجر، في اي بلاصه طاحت عليا كنمشي لها، فين ما قالوا لي في هذه البلاصه كنمشي، فين ما قالوا لي في هذه البلاصه كنمشي. لا حس لا خبر اسيدي، لا حس لا خبر اسيدي. الله يجازيكم بخير. 15 عام اسيدي، 15 عام عندها كتقول على انها غتحرق ولا غتخرج؟ لا سيدي ما عندها حتى شي حاجه، مشاكل في الدار ما لا، عاديه بنت عاديه، ما كاين حتى شي مشكل اسيدي، كاين حتى شي مشكل. كون انا عارفه شي مشكل كون راني قلته. نعم. كاين حتى شي مشكل. دابا شحال هذه الوقت باش خرجات؟ 9 ايام اسيدي من نهار الاثنين الاخر. شحال انتم كتقلبوا عليها والبلايص اللي قلبتوا فيهم؟ مشينا لطنجه ما خلينا حتى بلاصه حدا لاكار، مشينا لديك هذا كيقولوا لنا سيروا للسور المعاكزه، هي شفناها سير في الشارع كيقولوا سيروا اش كيقولوا له الشارع هذا سوق السلام كنمشيو، فين ما قالوا لنا بني يخلف اللي قالوا لنا في شي بلاصه كنمشي لها، ما خلينا حتى بلاصه اسيدي. انا تكويت اسيدي ببنتي، واش هاد البنت اختفات كاع، هاد الاختفاء كله البوليس كيقلبوا عليها في طنجة، ديكلاريت بها وكلشي، ما بانش هاد البنت، خصني نعرفها فين كاينه، خصني نعرف كاين الوليد اللي كان معاهم، الوليد اللي كان معاهم ورجع رجع صغير. هذاك ربما يعطيكم معلومات اللي هو اللي قال لي، انا قال لي راني كنا حقا بالصدفة تلاقيت هاد البنات بنتك ووحدان اخرين تلاقيتهم وراني خليتهم في طنجة، قال لك انا مشيت نحرق، انا ما عرفتش انا ديك الولد، لا قال لك هنايا في التران تلاقاهم. مشى هو وياهم. هادو اللي مشاو يعني الان دابا حرقوا، واش من حومه وحده ولا لا من حومه وحده؟ مرجه المرجه تميكو. واخا السلوك ديالها قبل ما تحرق هاد بنيتها قبل عاديه، بنت عاديه كتلبس مستور، ما ماشي شي بنت كتلبس معريان، ماشي شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه. واش تحرقتي على بنتك لالا؟ كيفاش دايره؟ ماشي تحرقت، راه دموعي نشفو، عييت نبكي، مشيت للبحر بكيت عليه، مشيت لهذا بكيت عليه، مشيت لاي بلاصه، مشيت شي اي بلاصه سيدي، راني تكويت سيدي بزاف بزاف، ما نكذبش عليك، راه الدموع ما بقاش كيبغيو يهبطوا لي، راني مكويه من الداخل، راني بقوه اللي بكيت، راه الماكله ما كتهبطليش في كرشي، راني كنوقف وكنطيح بالطنسيون، راه عارفاني هي مريضه، راه عارفاني. رحموني عاونوني، الله يكثر خيركم، الله يجازيكم بخير، لا ما عاونوني في هاد البنيته نلقاها، عاونوني حسبوها راه بنتكم ولا اختكم، حاونوني الله يجازيكم بخير، الله يكثر خيركم، الله يرحم لكم الوالدين يرحمهم. واش لالا الله يكثر لكم، الله يرحمكم الوالدين لا ما عاونوني، الله يكثر لكم خيركم، لا ما عاونوني راني انا بلا بنتي ما كنت ما والو، بلا بنتي هي عيات، هي عيات، هي عمري عندك بنيته وحده كترجع فيها، الله فيكم سيدي، ربي تعاونوني يا ربي، تعاونوني يا رب، الله يرحم لكم الوالدين ما عاونوني، راني تكويت، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، عاونوني عاونوني.
تكذبش عليك بلا بنت بلا بنت مشي للنتحر لا ما باتليش. الله يرحم الوالدين الله يجازيك. نضحك شويه عاد رجعي الله يصبرك لاله وما غيكون غير خير. متابعينا الاوفياء دموع هذه الام المكلومه على البنيته ديالها كتستنجد بكم كتقول لكم عاونوني باش غتعاونوها غتعاونوها بالبارطاج ديال هذه الصوره ديال بنتها باش اللي شافها يتصل بها في الرقم ديال هذاك الرقم اللي عطيتينا ديال من لاله ديال سيدي ديالي. عاونوها بالبارطاج ديالكم انتم غتبارطاجيو على اوسع نطاق باش ممكن لانكم توصلوا الصوت ديالها. للاسف للاسف هذه الظاهره ولينا كنشوفوها شفناها في صفرو ديرنييرمون مشينا طلعنا صفرو ودرنا بث مباشر بنيته مازال قاصره حتى هي اختفت دوفرو في اللي هي يعني غير غامضه دابا الان فاس خمسه ديال الوليدات مازال قاصرين اختفاء ديالهم رجع وليد هذاك الوليد اللي رجع واش مشى معاهم من هنا من فاس؟ قال لك يتلاقاهم بالصدفه يتلاقاهم هنا فاس بالصدفه يتلاقاهم في التران مشى هو وياهم ما عرفش ركب هو وياهم هذا الشيء اللي قال لي قال بانها حرقات قال لك مشاو انا خليتهم في الكورنيش انا مشيت لتطوان باش هذا قبطوني البوليس حيت حبابي طلقوني في الفيسبوك ديك الليله هو اللي جا قال لولد لوسي راه شنو ها شنو نعم وقال لكم بان النيه ديالها مبيته كانت باغا تحرق واش شي واحد كان باغي يديهم يحرقهم ولا ما عرفتش سيدي ما عرفتش انا كنت ما عطاناش هو الدري الصغير ما عرفتش نعم الدري الصغير ما عرفتش سيدي انا ما عرفتش شنو كاين كاع واخا لاله شنو تقولي الرقم ديالك ديال الهاتف قولي الرقم ديالك 06 07 34 39 16 الناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو الان شنو تقول لهم؟ الله يكثر خيرهم يعاونوني يعاونوني الله يسر عليهم نلقى غير بنتي بارطاجيوها الله يرحم لكم الوالدين قلبوا معايا على بنتي الله يكثر خيركم الله يرحم الوالدين حسبوها بنتكم الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير الله يكثر خيركم السلام عليكم. واخا لاله ما غنطولوش عليك بزاف اكيد لان البكاء ديالك متباين الاوفياء حطيها لاله هنايا باش ما نعذبوك شيء حطيه تما كل شيء بارطاجي الله يجازيكم بخير شويه ديال الرأفه والحنان في هذا هذه اعتبرها بنيته ديالك اعتبرها اختك الصغيره بنيته 15 سنه مسكينه الام ديالها غتحماق غتسطى مسكينه على بنتها ما قادراش 9 ايام باش اختفات كيقولوا لها مشات تحرق ما عارفاش المصير ديالها فين غتكون هذه البنيته واش غتكون مختطفها شي واحد واش غتكون مشات في البحر الناس ما عارفينش الان الله يجازيكم بخير اللي شاف هذه الصوره ها هي واضحه يتصل بالرقم ديالها ديال الام ديالها اللي خليناه في الشاشه واللي قالته جزاكم الله خيرا ساعدوها ما توقفوش هذا البث المباشر ماشي الفرجه وماشي المتعه هو المساعده ديال هذه الام باش تلقى البنيته ديالها. كنحييكم وكنشكركم بزاف متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.